اذا اللاعب الراقي هو اللي غينفات صدى قويه، والهدف هدف تعادل في هذه اللحظه، هدف تعادل لفريق نشاهدوا التسديده. اذا كنظن انه ربما كانت لمسه ديال احد المدافعين، شاهدوها مره اخرى. اذا ولكن كانت تسديده قويه ديال اللاعب اللي اعطت هدف التعادل في مرمى الحارس المحمدي، حارس مرمى. ونشاهدوها من زاويه اخرى هنا بالفعل. اذا اللاعب ترابي